السلام عليكم متتبعي قناة جيو سبور، مرحبا بكم. تحدث تقرير صحفي إسباني عن موعد إعلان الهلال السعودي للتعاقد مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، وينتهي تعاقد ميسي مع باريس في 30 من يونيو الجاري، ويستعد لظهوره الأخير مع فريقه أمام كليرمون اليوم السبت في الدوري الإسباني. وقالت صحيفة سبورت وفقا لمصادر داخل الهلال، فإن الفريق السعودي يخطط للإعلان عن صفقة ميسي الثلاثاء المقبل. وأشارت مصادر من داخل الهلال إلى أن الزعيم حدد هذا التاريخ للحصول على موافقة ميسي النهائية على الصفقة وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها لجعل الخبر يحظى بصدى عالمي. وتؤكد سبورتس أن ميسي يصر على الكشف عن فريق جديد في أسرع وقت حتى لا يتحول الأمر إلى مسلسل طويل وممل. ورغم أن برشلونة يرغب في التعاقد مع ميسي، إلا أن الفريق الكتالوني ليس في وضع يمكنه من تقديم عرض رسمي الآن. وأوضحت الصحيفة أن عرض الهلال السعودي إلى ميسي يبلغ 400 مليون يورو سنويا. وحسب صحيفة الديلي ميل، فإن راتب ميسي مع الهلال سيفوق أجر كريستيانو رونالدو مع النصر بنحو 170 مليون جنيه استرليني. وذكرت الصحيفة البريطانية أن إجمالي صفقة ميسي سيبلغ 2 مليار جنيه استرليني دون نشر تفاصيل إضافية حول كيفية توزيع هذا الرقم على شروط التعاقد. جدير بالذكر أن ليونيل ميسي يشارك في حملة ترويجية للمملكة العربية السعودية كسفير للسياحة.